السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن كل الدرونجز اللي ممكن استخدمها في حالات الروماتولوجي من اكيوت وكرونيك بين وديمارت. دلوقتي بقى هنحاول نعمل انتجريشن ما بينها وما بين الكلام اللي موجود في البطنة ونشوف كل كيس ايه الدراج المناسب بالنسبة له. نبدأ بقى أول كيس معانا. الست دي جاية تشتكي لنا من ايه؟ جاية تشتكي من مورنينج ستيفنس أكتر من ساعة في الجوينتس بتاعتها. جاية تشتكي من سيمتريكال بولي أرثرايتس في الميتاكارب فالينجيال جوينت والبروكسيمال انترفالينجيال جوينت وبتسبير الديستال انترفالينجيال. فعطي شكل الفينجرز بتاعتها أكنه فيوزي فورم أبيرنس. فعلى طول مع السيمتريكال بولي أرثرايتس ومورنينج ستيفنس طلبنا لها تحاليل، طلبنا لها انتي سي سي بي انتي بوديز وروماتويد فاكتور. الاثنين دول طلعوا بوزيتيف فشخصناها بالروماتويد ارثرايتس which is an autoimmune disorder معاه جينيتك بريديسبوزيشن ال HLA DR4 و DR1. طبعا مور كومن في الفيميلز، قالك ممكن بيجي اكتر في اولد ايج. البيشنت ديت ممكن يكون معاها جنرال مانيفستيشن زي النايت سويتس واللو جريد فيفر والمايالجيا، ممكن يكون معاها سكليرايتس وابسكليرايتس، والفرق ما بينهم ان السكليرايتس في بين والابسكليرايتس ما فيش بين. ممكن البيشنت دي تدخل في كومبليكيشنز زي البلمونري فايبروزيس او البريكاردايتس والمايوكاردايتس. عندها كمان ممكن اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن، والموست كومن عندها هي الروماتويد نوديولز. الروماتويد نوديولز ديت بتبقى ريجولر ومش تندر، تمام؟ عشان بفرق ما بينها وما بين كيس تانية برضو بيبقى فيها نديوز وهقول لكم عليها. البيشنت ديت ممكن يكون معاها او مع الوقت بتديفلوب ديفورميتيز في الجوينتس. من اشكال الديفورميتيز يكون معاها فلكشن للديستال انترفارينجيال مع اكستنشن للبروكسيمال انترفارينجيال، وده بيسموه السوان نك ديفورميتي، او العكس يكون في فلكشن للبروكسيمال واكستنشن للديستال وده بيسموه البروتينير ديفورميتي، او الاثنين يكون معاهم فلكشن فده بيسموه الزد ديفورميتي، تمام؟ دي ممكن الديفورميتي اللي نلاقيها في هاند البيشنت دي ريتلي جدا ان هي ديفلوب فاسكولايتس. طيب البيشنت دي روماتويد ارثرايتس وخلاص شخصناه واتكلمنا على الكلينيكال بيكتشر وشويه من الكومبليكيشنز اللي ممكن يحصلوا فيها. ايه بقى التريتمنت بتاع البيشنت دي؟ زي ما قلنا الفيرست لاين ديمورتس كونفنشنال ديمورتس، هديها ميسوتريكسيت هو ده الدراج اوف تشويس. لكن الديمورتس بيحتاجوا وقت عشان يشتغلوا، فلازم ادي بريدجنج ثيرابي ستيرويدز وانسيدز لحد ما الديمورتس يبدا يشتغلوا، وبعد كده ابدا اعمل لهم جراديوال ويزدرول عشان بخاف من الريباوند. طيب لو الديمورتس ما عملش بقى نتيجه وكده، فقالك ممكن تستخدم حاجه تانية زي الليفلونامايد مثلا او الهيدروكسيكلوروكين، حاجه تانية من الكونفنشنال يعني. لو ده ما نفعش ممكن بقى نستخدم حاجه بيولوجيكال زي الانفلوكسيماب او الاداليموماب. وطبعا ما ننساش ان الانفلوكسيماب هو الوحيد اللي بيحتاج معاه ميثوتريكسات، يعني بيحتاج كونفنشنال ديمورتس معاه عشان يشتغل. يبقى الفيرست لاين هنا ايه؟ هيبقى الميثوتريكسين. تاني كيس بقى عندنا، الست دي جايه تشتكي من ايه؟ جايه تشتكي لي من مالر راش وفوتو سنسيتيفيتي. عندها مناطق فيها الوبيشيا، نون سكارينج الوبيشيا، اورال ارثر، عندها كمان اسوفيجايتس، عندها ارترايتس نون اروسيف مع مورنينج ستيفنس اكتر من ساعه، عندها مايالجيا وارترالجيا مع كمان ريكارنت ابورشن. رحنا طلبنا لها ايه؟ طلبنا لها اي ان اي وانتي نيوكليير انتي بودي، انتي دبل ستراندد انتي بوديز، والانتي سميث انتي بوديز، وانتي فوسفوليبيد انتي بوديز. اللي طلبنا كل ده اصل لين ايه؟ هو الموست سنسيتيف، والانتي دبل ستراندد هو سبيسيفيك وكمان بيدونيت الاكتيفيتي، والانتي سميث هو الموست سبيسيفيك، والانتي فوسفوليبيد هو المسؤول عن الريكارنت ابورشن اللي ممكن تحصل للبيشنت دي. كل ده طلع بوزيتيف، فالبيشنت دي شخصناها سيستميك لوبس اريثريماتوزس. البيشنت دي لو عملنا لها كومبلمنت هلاقي فيه الكومبلمنت 3 وكومبلمنت 4. الكومبلمنت 4 الاثنين دول هلاقيهم قليلين. طبعا لو عملنا جينيتك بريد بوزيشن هنلاقي عندها HLA DR2 و3، يبقى احنا عندنا 1 و4 للروماتويد و2 و3 للسيستميك لوبس. ممكن يكون معاها كمان جنرال سامبتوم زي الفيفر والفاتيج والويت لوس. البيشنت دي ممكن يكون معاها ميجر اورجن انفولفمنت زي CNS، ممكن يبقى معاها سايكوزيس وسيجرز، ممكن يكون معاها كمان لوبس نفرايتس مهم جدا، ممكن كمان يكون معاها سيرويتس زي البلورايتس والبريكاردايتس. طيب ايه اللاينز بقى بتاعت التريتمنت للبيشنت دي؟
والله على حسب، على حسب ايه، هل هي معاها major organ involvement ولا لا، يعني معاها مثلا kidney involvement CNS CVS ولا لا. لو لا، زي مثلا بس مجرد cutaneous manifestation زي ما احنا قلنا المرة اللي العاش، musculoskeletal symptoms، pleuropericarditis، كل الحاجات دي بعتبرها no major organ involvement. فمشي على ايه؟ مشي على NSAIDs small doses steroids من 5 ل 15 ملي جرام بير دي، تمام، وهيدروكسيكلوروكين. والهيدروكسيكلوروكين ده ثابت معايا في كل الريجمنتس، حتى لو اقولها بعد كده موجود معايا في كل حالات اللوبس، ماشي. يبقى انا مشيت على ايه؟ سمول دوز اوف ستيرويد وانالجيسكس اللي هو الانسيدز. طيب طبعا المين تريتمنت عموما في اللوبس هو الستيرويدز والهيدروكسيكلوروكين معايا في كل الريجمنتس. طيب لو البيشنت دي معاها ميجر اورجن انفولفمنت زي الرينال، سيريبرال، كاردياك، هيماتولوجيكال، هنعمل ايه؟ هنديها 3 ايام ورا بعض اي في ميسايل بريدنيزولون بالس، تمام، يعني بدي كمية كبيرة في وقت ايه؟ قليل، في حوالي مثلا ساعة، لمدة قد ايه؟ لمدة 3 ايام. بدي قد ايه؟ من نص الواحد جرام، انا بتكلم بالجرام مش بالملي جرام، من نص الواحد جرام بير دي، تمام. يعني مثلا هديها 3 جرام على 3 ايام دول. بعد ما تخلص ال3 ايام دول تنقلها على اورال بريدنيزولون. الاورال بريدنيزولون تمشيها طبعا على هاي دوس، يعني من نص الواحد ملي جرام بس بالكيلو جرام بير دي، تمام. وبعد كده تبدا ان انت تعمل تابرنج للدوز ديت بالتدريج، كل اسبوعين تقلل حوالي مثلا 2.5 مللي جرام بير دي. بعد كده تمشيها على مينتننس، يعني تقعد تقلل 2.5 لحد ما توصل لدوز من 5 ل 7.5 مللي جرام بير دي. يعني انت كنت بادئ بنص لواحد مللي جرام بير كيلو جرام بير دي، وبعد كده هتوصل في الاخر ل5 ل7.5 مللي جرام بير دي. انا طبعا بحاول اقلل الستيرويدز على قد ما اقدر عشان السايد افكتس بتاعتها، فانا بقللها لاقل حاجه ممكن تدي لي افكت. طيب ده في البداية. طيب بعد كده بالنسبة بقى للإميونو سبريسيف دراجز وكده، قالك ممكن ان انت تبدأ ببالس اي في سايكلوفوسفامايت من نص الواحد جرام، تمام. الاي في سايكلوفوسفامايت ممكن تدي كل، يعني تدي دوز كل شهر لمدة 6 شهور، او ممكن تدي كل اسبوعين تدي دوز لمدة 3 شهور. يبقى انا عندي هي نفس الدوز على فكرة، هي الفكرة ان احنا اخدنا مثلا كل شهر فمشيناه على 6 شهور، او كل اسبوعين فمشيناه بس على كل سوري مشيناه 3 شهور بس. بعد كده بعد ما تخلص 3 شهور بتوع السايكل فوسفامايد دول، لقيت البيشنت اتحسن معاك عليه، فبتبدأ بقى في المينتننس تدي ازاثيبريم والام ام اف. هنقول تاني الكلام اللي احنا قلناه عشان يبقى سهل بالنسبه لنا. بندي ستيرويد ريجيمنت، طبعا ده لو في ميجر اورجان انفولفمنت، هندي اي في ميثايل بريدنيزولون لمده 3 ايام، وبعد كده تدي اورال بريدنيزولون، تبدا تعمل تابرنج للدوز لحد ما توصل من 7 مثلا، من 5 ل 7.5 او من 7.5 تقريبا، المهم توصل للمينتنس دوز بتاعه الستيرويد بعد كام شهر. طيب بالنسبه للاميونو سبريشن عندك تشويسز كتيره قوي، انا قلت لكم واحد منهم اللي هو الاي في سايكلوفوسفامايد. عن تو ريجيمنت للاي في سايكلوفوسفامايد، يا اما بدي 500 مللي جرام every 2 weeks لمدة 3 شهور، او بدي الدوز بتاعتي monthly لمدة 6 شهور. عندي اختيارين كمان زي الاورال ام ام اف، او ممكن اللي هو الاورال سايكلوفوسفامايد، بس ده احنا مش بنديه يعني بصراحة، سايد افكتس بتاعته كتير. فهي اي في سايكلوفوسفامايد ده اللي احنا اخترناه، طبعا ثابت معايا الهيدروكسيكلوروكين. طيب بعد من 3 ل 6 شهور على العلاج ده، لو مشى تمام زي الفل، ثبت معايا ب ام ام اف وازا سايبرين، وتبدا بقى اعمل تابرنج للاستيرويدز اللي انت حطيتها. لو بقى ما نفعش معاك الريجيمنت دي، شوف بقى اي الترناتيف ريجيمنت تانية. انت مثلا اخترت ده، اختار ده او كده، يعني غير في الريجيمنت، او ممكن تراجع بقى حساباتك، او تشوف مثلا لو في دايجنوزس تاني تاكد من الدايجنوز وهكذا. ده بالنسبه للتريتمنت بتاع الاس ال اي. طبعا في تفاصيل كتير قوي في الكتاب، انا بس مش عايز اطول عليكم، بحاول اختصر وقت الفيديو على قد ما اقدر، فقلت يعني الكلام المهم. تالت كيس بقى عندنا، الست ديت بتشتكي من رينيد فينومينا. الست دي عندها السكين بتاعتها تيك وستريتشد وشايني، عندها ارترالجيا ومايالجيا، عندها ديسفيجيا، بس الديسفيجيا دي في اللور 2/3 اوف ذا اسوفاجس، يعني هتقول لك ان هي بتبلع في الاول كويس وبعدين الاكل كده بيقف، لاننا عندنا ديزيز بيعمل لي ديسفيجيا في الابر 3rd اوف ذا اسوفاجس اسمه البوليمايسايتس. عندي كمان الماوث بتاعها في مايكروستوميا، احنا بنسميه فيش لايك ماوث، تمام.
البيشنت دي طبعا بالسيمتومز اللي عندها شكينا على طول في سيستميك سكليروزس، عملنا لها الانتي نيوكليير انتي بوديز، انتي سكليرودرما 70 انتي بوديز، وان احنا برضو بنسميه الانتي توبو ايزوميليس انتي بوديز والانتي سنترومير انتي بوديز. السيستميك سكليروزس منه نوعين، الليمتد سيستميك سكليروزس والديفيوز. الليمتد ده بيكون معاه بوزيتيف للانتي سنترومير انتي بوديز، بيكون ديستال للالبو والنيز، ونادرا ما يكون معاه الفيس والنك، تمام. اما بقى الديفيوز لا، بيبقى بروكسيمال للالبو والنيو، معاه طبعا فيس والنك والترنك، بيديني كمان بوزيتيف للانتي توبو ايزوماليز انتي بوديز. الليمت طيب بيبقى معايا كريست سندروم، الكريست سندروم السي فور كالسينوزيس، ودي النديوز الثانيه اللي قلت لكم هكلمكم عنها، طبعا بتبقى الريجولر. النديوز بتاعه الروماتويد طبعا بتبقى ريجولر عشان نفرق يعني ما بينهم، بيجوا في الام سي كيوز. عندي كمان رينت فينومينا، الاي فور اسوفيجيال هايبوميتاليتي زي ما احنا قلنا بيبقى في اللور تو ثيرد او السموز ماسل، تمام، نعمل الاسفيجيا. سكين داكتلاكتي يعني السكين اوفر ذا فينجرز بتكون برضو تيك و ستريتشيت، بتبقى نامبيتنج و بيبقى فيه يعني السكيم بتبقى نامبيتنج كده، واللوس اوف كونتور بيبقى شكلها سوسج شيب، تمام. وكمان التي فور تلانجكستيزيا، وظهر هنا على وش البيشنت دي. البيشنت دي الموست كومن كوز اوف ذس هو الانترستيشال بالمونري فايبروزس، والسكند موست كومن كوز اوف ذس هو الهايبرتنسيف رينال كرايسيس. طيب بالنسبه بقى ل اللاينز اوف تريتمنت، اول حاجه طبعا اميونو سبريسيف ايجنت، بدي حاجه زي السايكلوفوسفامايد، عندي سايكلوسبورين، ممكن الميثوتريكسيت، دراجز كتيره كاميونو سبريسيف، ده الفيرست لاين. طب بالنسبه للستيرويد هل ليها دور هنا؟ الستيرويدز كونترا انديكيتد ليه؟ اصل هي واحده من الريسك فاكتورز اللي تخلي البيشنت تدخل في رينال كرايسيس، فاحنا بنتجنبها ما عدا ليها شويه انديكيشن. يعني مثلا لو البيشنت دي عندها مايوسايتس، عندها اكتيف فايبروزنج الفيولايتس، لو هي مثلا في الايرلي ادميتس فيز، اصل البيشنت دي كان السكين بتدخل في عندها ايرلي فيز وبعد كده ليت فيز، ايرلي فيز دي ريفرسيبل، فلو هي لسه فيها ممكن نديها ساعتها ستيرويد، لو خلاص دخلت في الايرلي بقى والسكيلو دكتراكتي والألسرز والحاجات دي كلها فخلاص ما ينفعش ادي ستيرويدز، تمام. فالستيرويد ريستريكتد مع لي انديكيشنز معين، لكن غير كده انا مش بدي ستيرويدز. احنا زي ما قلنا بدي مثلا حاجه زي السايكلوفوسفامايد، تمام. دي كده حاله السيستميك سكليروسيس. طبعا في لاينز تانية انتي فايبروتيك لاينز، مثلا طبعا بيحصل فايبروز وسكيروز، فممكن ادي حاجة انتي فايبروتيك زي البنسلامين، الانترفيرين، البروستاسايكلين انالوج، تمام. ممكن ندي حاجات تانية زي مثلا الانترليوكين 6 ريسبتور انتاجونست اللي هو التوليزيماب اللي احنا كنا بنستخدمه برضو في حالات الكورونا لو تفتكروه، ده ممكن نستخدمه، لكن الحاجات دي يعني مش هي الاساس. اول حاجة اللي هو الاميونو سبريسيف ايجنت، تمام. طيب اخر كيس بقى معانا في الروماتولوجي، البيشنت ده عنده 35 سنة، جاي يشتكي من lower back pain with insidious onset. البين ده بيimprove مع الاكسرسايز، واول ما يرست البين بيزيد. البين ده كمان بيصحي من نومه، معاه كمان morning stiffness اكتر من ساعة، ويونيلاترال anterior uveitis، وكمان sacroiliitis. البيشنت ده طبعا من شكله كده واضح ان هو وسنه inflammatory back pain، واغلب الحاجات سيرو نيجاتيف انكل losing spondylitis، تمام. طبعا الانكلوزنج سيرو نيجاتيف، فمش مفيش سيرولوجي معين او انتي بوديز عاملها وتطلع معايا بوزيتيف، لكن هو بيبقى اسوسييتد مع ال HLA-B27، مهم جدا الرقم، تمام. ممكن يدخل في كومبليكيشن طبعا كايفوزيس الواضح ده واحد من الكومبليكيشن ممكن يدخل فيها، وسباينال كمان ستينوزيس واوستيوبروزيس، ممكن كمان يكون معاه اي جي نيفروباثي، ممكن اي بي دي، ممكن يكون كمان معاه حاجه بريفرال اوليجو ارثرايتس، لكن مش ده الكومن. طبعا هو مين ليه حاجات اجزيه، طبعا بيبقى معاه انتيسايتس سبيشلي في التندو اكيلس، جميل. طيب بالنسبه بي لا يعني الميديكال تريتمنت للبيشنت ده هتبقى ايه؟ اول حاجه او الفيرست لاين طبعا البيشنت ده ياخد انسيز. الانسيز مش بس هتقلل لي البين والانفلاميشن، لا كمان ليها رول هنا في الاكزيال افكشن ان هي تقلل البروجريشن. لو تفتكروا في الروماتويد انا قلت لكم ان البروجريشن ما يقلش بستيرويدز او انسيز، عشان كده لازم ندي ديمارز عشان البيشنت ما يحصلش مثلا بوني ايروجن، تمام.
اما هنا لا، ده لقوا ان الانسيدز كمان بتقلل لي البروجريشن بتاع الديزيز. اما بقى الديموردز هنا فملهاش اي رول نهائي خالص في حاجات الاجزيه اللي بتشتغل لي بريفرال، بس لو حاجه اجزيه زي الانكلوزنج فلا ملهاش دور. آه طيب لو مثلا انسيدز ما جابتش مفعول ممكن نعمل ايه يا روان؟ ممكن ان احنا مثلا ندي حاجه بيولوجيك، آه مثلا اديلم ماب ماشي. طيب لو بقى البيولوجيك ده ما نفعش ممكن ندي انترليوكين 17 انهبيتور. ده كده كان الانكلوزنج سبونديلايتس، وكده احنا نكون خلصنا الروماتويد باشهر الحالات اللي ممكن تجينا بيه، باشهر الكلينيكال بيكتشرز اللي ممكن برضو يجونا كبطنا يعني. تمام.